أن يصوب مباشرة على شناوي والتصويبة قوية وصعبة، لكن مرة سياتل عند كريستيانو الحاولة والتدخل في أنها سياتل والكرة الأرضية تصل عند رولد يرسل أمدي يمرر بيرسي لقطة خطيرة جدا وفرصة ومحاولة إعادة الكرة للشناوي طويلة إلى الأمام الشناوي وجميلة جدا خطيرة وعرضية وبعيدة جدا بعيدة وأقرب لعب ينطلق في كهرباء ويبقى لدينا القائد ساوندرز الذي يتقدم في التراحم الكبير بين لاعبي سياتل المرات الأول الكرة من جانب لودير وعادت المرتدة بالمرتدة في اللقطة الأمامة وبعيدة خطيرة والشناوي يتقدم إلى الأمام أن يصل أكثر من مرة ويهدد روي دياز عادت لأتينسيو يريد أن يصوب قوية والشناوي شناوي جميلة جدا لبيرسي تو وأمام تغطية وعلى يسار حارس المرمى ولاعب كرة يحاول يصوب وكرة لكهرباء وفرصة وشريك شيء تأخر والتمرير عند اليمين عند اليمين تصويبة طويلة وأمامية محمد هاني في ضاعت الكرة معلول جميلة ورائعة وكرة لمعلول مرت من الجميع والتصويبة من جانب تغطية راحت الكرة انطلاقة موريس خطير الشناول ينتظر يتقدم ويحاول ويمرر الكرة بمهارة وتقدم ومرر وكرة جميلة وفرصة وانطلاقة من الجهة اليسرى الآن عرضية وبيرسي تاو يمرر الكرة وكرة وكرة اوه يا مجدي يا مجدي يا أبشا يا أبشا يا كبير يا أخي أبشا يا أبشا سجل هدف الأهلي الأول يا سلام شناوي والتصويبة قوية وصعبة لكن مرة سياتل عند كريستيانو الحاولة والتدخل في أنها سياتل والكرة الأرضية تصل عند رولد يرسل أمدي يمرر بيرسي لقطة خطيرة جدا وفرصة ومحاولة إعادة الكرة للشناوي طويلة إلى الأمام الشناوي وجميلة جدا خطيرة وعرضية وبعيدة جدا بعيدة وأقرب لعب ينطلق في كهرباء ويبقى لدينا القائد ساوندرز الذي يتقدم في التراحم الكبير بين لاعبي سياتل المرات الأول الكرة من جانب لودير وعادت المرتدة بالمرتدة في اللقطة الأمامة وبعيدة خطيرة والشناوي يتقدم إلى الأمام أن يصل أكثر من مرة روي دياز عادت لأتينسيو يريد أن يصوب قوية والشناوي شناوي جميلة جدا لبيرسي تو وأمام تغطية وعلى يسار حارس المرمى ولاعب كرة يحاول يصوب وكرة لكهرباء وفرصة وشريك شيء تأخر والتمرير عند اليمين عند اليمين تصويبة طويلة وأمامية محمد هاني في ضاعت الكرة معلول جميلة ورائعة وكرة لمعلول مرت من الجميع والتصويبة من جانب تغطية راحت الكرة انطلاقة موريس خطير الشناول ينتظر يتقدم ويحاول ويمرر الكرة بمهارة وتقدم ومرر وكرة جميلة وفرصة وانطلاقة من الجهة اليسرى الآن عرضية وبيرسي تاو يمرر الكرة وكرة وكرة